اهلا بيكم في قناة ياسمينة. النهاردة هنعمل بسكوت باليانسون. اول حاجة المقادير بتاعتنا، هنجيب كوباية الا ربع سكر وهنحطها هنا مع كوباية زيت او كوباية سمنة، وهنخليهم يتدربوا كده شوية. بعد ما ضربناهم هنجيب 3 بيضات وهنحط عليهم 3 اكياس فانيليا وهنحطهم عليهم وهنضربهم معاهم دوت. بعد ما احنا ضربناهم بقوا بالشكل دوت. بعد كده هنجيب 3 كوبايات دقيق وهنحط عليهم معلقة بيكنج باودر كبيرة ورشة ملح ومعلقتين ينسون، هنحطهم على بعض وهنقلبهم. هنبتدي ننزل عليه بالدقيق معلقة معلقة بقى كده لغاية لما نخلص الدقيق كله. دلوقتي بعد ما خلصنا ضربها نقلتها في الصينية هنا، هبتدي افردها بقى في الصينية. انا دهنت الصينية زيت قبلها ودهنت المعلقة كمان زيت عشان ما تلزقش معاكم، لان هي بتلزق شوية. هتبتدوا تفردوها كده في الصينية كلها بالتساوي كده. بعد ما فردتها هدخلها الفرن بقى لمدة نص ساعة على درجة نار عالية. دي كده بعد ما طلعت معايا من الفرن هستناها تبرد شوية وبعدين هبتدي اقطعها بقى. هتقطعيها الشكل اللي انت عايزاه. انا عندي شكل النجمة دوت، هبتدي اقطعها نجوم صغيرة وبعدين هستناها لغاية لما تبرد خالص وهدخلها الفرن تاني. ده البسكوت اهو، انا بعد ما قطعته دخلته الفرن يتحمص شوية، بعد كده طلع اهو. هسيبه بقى ينشف في الهواء، يعني هياخد له 2 3 ساعات كده قبل ما ينشف وياخد قوام البسكويت. حاولت اعمله شكل النجوم بس طلع هيتكسر معايا شوية، فعملته بقى على شكل القراقيش دي. وبالهنا والشفا. ياريت تعملوا لنا سبسكرايب ولايك للفيديو.